أدانت مصر إقرار الكنسة الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة أونروا وأكدت أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه واعتبرت مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة وطلبت مصر المجتمع الدولي بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الاسرائيليه